الكريم. إذن على بركة الله تعالى هذه الانطلاقة للشوط السادس وشوط القعدان 1200 متر هي المسافة المحددة بهذا الشوط. هنالك الانطلاقة مع المراكز الأولى، هناك الباز يحتل المركز الأول لناصر بن جابر المري في أول انطلاقاته ومسيطر في المركز الثاني. المركز الثاني هناك أيضا حام رقم 13، والله مو مدون لدينا. على العموم مشاهدينا الأعزاء المنافسة قوية هنالك، لازم نتواصل معكم ومع المنافسة. حام رقم 36 اللي هو المبارك بن فرزان القحطاني أيضا، والله ما أعطونا اسمه ولكن المالك المبارك بن فرزان القحطاني. هنالك أيضا المشاركة، أيضا المشاركة قوية عند حام رقم 45 اللي هو مياس لماجد بن فرج الظفيري، ولكن يبدو أن المنافس أيضا البحر في المركز الثاني. المركز الثاني البحر للسيد محمد بن عبد الرحمن العجمي في ثاني المراكز، وأيضا مشاركته في ثاني المراكز. أيضا هذه المنافسة القوية والمشاركة الذي يشاركون إخواننا في هذه الانطلاقة. بالفعل هنالك لازم نتواصل معكم مع الباز لسيد ناصر بن جابر المري. أيضا المنافسة بينه وبين البحر في المركز الثاني سيد محمد عبد الرحمن العجمي. المركز الثالث حام رقم 45 اللي هو لماجد فرج الظفيري. مركز ايضا حام رقم 36 اللي هو لمبارك بن فرزان القحطاني. اذا تهانينا لناصر بن جابر المري على فوز الباز في المركز الاول. تهانينا والف مبروك، استودعك الله بالشوط القادم.